وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، قال الصحفي راشد الحمر المحرر المسؤول للصحيفة الإلكترونية لجريدة الأيام إن دور ومسؤولية الصحافة الوطنية هو إبراز الإنجازات الكبرى التي ما زالت تحققها مملكة البحرين بفضل هذا المشروع الإصلاحي الشامل. ذكرى ميثاق العمل الوطني هي ذكرى التي تحمل في طيتها الكثير من المعاني الوطنية الملهمة وما تمثله من محطة هامة ورئيسية في مسيرتنا الوطنية. في هذه الذكرى المجيدة تمثل الانطلاقة الواعدة للمشروع الإصلاحي الرائد، وهي تأتي في كل عام لتذكرنا بضرورة التمسك بهذا النهج الإصلاحي الذي نقل البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة وعلى جميع الأصعدة والمجالات، وتذكرنا أيضا بضرورة مواصلة العمل كل من موقعه ومسؤوليته من أجل نظافة البحرين، وتذكرنا بأن نستمر في بذل أقصى جهودنا لحماية هذا المشروع الإصلاحي من أجل أن يحقق أهدافه وغاياته النبيلة. ومن هنا نستذكر دور ومسؤولية الصحافة الوطنية في إبراز الإنجازات الكبرى التي تحققها وما زالت بفضل هذا المشروع الإصلاحي الشامل، وأن تواصل دورها في دعم وتشجيع البرامج والخطط التي تهدف إلى رسم مستقبل زاهر للمملكة، وأن تبقى وفية إلى مبادئها في نشر الوعي الوطني ورفع المستوى الثقافي وترسيخ حرية الرأي والتعبير. وهذا ما نعمل عليه بكل إمكانياتنا وجهودنا في صحيفة الأيام.